احنا جينا من الحركة الإسلامية بكل صراحة، جينا وعملنا المراجعة اللازمة واندمجنا في الوسط الاجتماعي ديالنا، حاجة اللي معقولة وقوية وبقينا شادين فيها، حاجة اللي احنا غلطين فيها قلناها بصراحة تراجعنا عليها، والحاجة اللي خاصها تقاد حاولنا نقادوها، ودازت علينا دابا حوالي 20 سنة وحنا في العمل السياسي المباشر من خلال الانتخابات ديال 97 اللي جبنا فيها 9 ديال المقاعد، انتزعناها انتزاعا بلا المقاعد اللي الدولينا واللي هما اللي اعترفوا باللي ديالنا. إلا كتذكروا وهما المقعدين ديال ستي الحياة وديال ستي توفيق، ومن خلال الانتخابات ديال 2002 اللي فيها الشعب انتبه لنا وشاف هاد الناس اللي وصلوا للبرلمان بطريقة عجباتهم، عجبات المواطنين، شاف ناس كيتكلموا بالمبادئ بالأخلاق بالقيم اللي جمع المغاربة، المغاربة شعب مسلم، شاف ناس كيبغيو المواطنين، كيبغيو الفقراء، كيبغيو المساكين، كيبغيو الدولة ديالهم، كيبغيو النظام الملكي ديالهم، شاف ناس بحال هكدا وهما شاف ناس ولاو نواب برلمانيين لأول مرة كيفتحوا الأبواب ديالهم، كيستقبلوا المواطنين، كيتكلموا معاهم، شاف ناس بقاو ساكنين في ديورهم ومقابلين وليداتهم، شاف ناس ماشي ما ندافعوش، ندافعوا ولكن في حدود المعقول والقانون والمشروعية. ملي شاف هذا الشيء تاق فيهم، ومن 97 ل 2002 السعود ولات في خلال الانتخابات الجزئية 14، وفي 2002 ولات 42 عطاهم الثقة ديالو 3 د المرات. ونفس الشيء كيتكرر في 2007، ونفس الشيء كيتكرر في 2011، ولكن 2011 كانوا المغاربة خايفين على بلادهم، شافوا الشباب خرجوا للشوارع عياو وتجروا من التحكم ديال الوجوه المعروفة التي تاكل المال أكلا لما وتحبه حبا جما، والتي هيمنت على مسار الأمور سنوات طويلة وتخرج لنا مسرحية في كل مرة، والتي تتحكم في الرقاب وتخيف الأعزاء وتذل المواطنين، خافوا على الوطن ديالهم لا يوقع له لا قدر الله بحال اللي وقع للأوطان الأخرى، قالوا غنديروا الثقة في العدالة والتنمية وصوتوا علينا وجبنا 107 ديال النواب برلمانيين. أشنو هاد الشيء؟ واليوم احنا في 2015 وسيرنا الحكومة 4 ديال السنوات، ولكن الحضور ديالكم حل حاضرين الزعيم من زعماء المعارضة، والحقيقة هي كذلك، هذه معارضة للفساد والاستبداد وليست معارضة للنظام. هذا هو التيار الأول أخوتي، التيار ديالكم ولادكم تعرفوهم واحد واحد، ولاد الشعب كبروا معاكم، ولكن كل شيء الاخرين ولاد الشعب هادو بقاو معاكم، ما تخلوش عليكم، عايشين معاكم في نفس الاماكن اللي كانوا كيعيشوا فيها من قبل او تقريبا، كتسمعوا عليهم هادي 20 عام ما عمركم سمعتي، والحمد لله حتى واحد فيهم مد يدو الحاجة حرمها الله ولا مس المال العام ديال الصفقات ولا عمل حاجة طيحة،
والنهار اللي واحد فينا تجرأ في المدينة ديال ميدلت وسلك الطريق ديال الغواية بطرناه، لأنه حنا العضو اللي كيخنا كنقطعوه ما كنخليوش منا. ماشي بحال اللي كيمشي يجيب الفاسدين يقول لهم اجيو ديروا اللي بغيتيو انا غادي نحميكم قانونيا وسياسيا، وكيجمع الفاسدين اللي كيحصلوا حتى في الايام ديال الحمله الانتخابيه بحال اللي وقع قدام مدينه مكناس، لما تشد واحد الرئيس ديال جماعه كيقبض 5000 درهم من حزب معروف، راه كلشي عارف الخبر. سمحوا لي مزيان، سمحوا لي فهموني اش كنقول لكم. هذا تيار، وكنقول لكم من الاول بكل تواضع، ما فيش غير حنا، فيه ناس اخرين كتعرفوهم، اللي مزيان معروف، اللي خايب معروف.